والإنفاق أثره عظيم، لكن إيش معنى سرا وعلانية؟ إيش معنى سرا وعلانية؟ وهي تكررت، ذي تكررت سورة البقرة. وفي قول الله تعالى في وصف أولي الألباب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، سورة البقرة، سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه وردت، جاءت في أبي بكر الصديق، هذه في سورة البقرة. كان عنده 600 دينار أنفقها في النهار، ولما جاءه الليل أنفق مثلها في الليل. وقيل في علي بن أبي طالب عند 4 دراهم أنفق درهمين، أحدهما في الليل والثاني في النهار والثالث في السر والرابع في العلن. وقيل نزلت في عثمان عبد الرحمن بن عوف الذين جهزوا جيش العسرة وأنفقوا ما أنفقوا. وعلى كل حال هي في عموم المنفقين، في كل المتصدقين والمنفقين في سبيل الله، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنفاق سرا وعلانية. إيش السر وإيش العلانية؟ السر الصدقات، والعلانية الزكوات، لأن الفرض يؤدى علنا، وأما النفل يؤدى سرا. أنت صلاة الليل، صلاة النفل، إن تصليها، تصليها في البيت ولا في المسجد؟ صلاة النوافل تصليها في البيت لطلب الإخفاء والإخبات. فالنوافل تصلى في البيوت، وأما الفرائض تصلى علنا جهارا ظاهرة أمام الناس. الزكاة تأديها وتعلن، ما تخفيها الزكاة. أما الصدقات، الصدقات تخفيها، في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لهذه الدرجة يكون ما يعلم عنه أحدا، بسرية تامة يتصدق. هذه والصدقات، بالصدقات تكشف الغموم عن الفتى وتذهب الهموم. فضيلة في الصدقات حاضرة، بالأجر يحظى ربها في الآخرة. حتى أن صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بإيش؟ بالصدقة. ويقول لا تحقرن من المعروف، يقول اتقوا النار ولو بتمرة، بشق تمرة، نصف تمرة، ولو كان شيئا زهيدا، لكن النار تتقى به، والعياذ بالله، تتقى النار به ولو كان شيئا يسيرا. وفي شهر رمضان الصدقات أولى وأكثر أجرا عظيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق في رمضان. حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حتى إذا جاءه جبريل ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح، أسرع بالخير من الريح المرسلة. كان يتصدق وينفق ولا يبالي بشيء، حتى أن الله عاتبه في صدقاته، قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لكن يقول مع ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.